شكرا السيدة النائبة المحترمة. بغيت نذكر أن المغرب تتوفر على 25 مطار، منها 19 مطار دولي، والطاقة الإجمالية تصل إلى 39 مليون مسافر سنويا. من أجل ملائمة الطاقة الاستيعابية للمطارات بصفة استباقية للحاجيات المستقبلية للحركة الجوية، تتوفر الوزارة على المخطط المديري للمطارات، واللي تنقوم بدراسة الصيغة الجديدة ديالو إن شاء الله، ولا غنقوم بالدراسة السنة المقبلة. في إطار المخطط المديري، تيقوم المكتب الوطني بإشغال المحطة الجديدة لمطار رباط سلا، ويحضر أيضا لتوسيع محطة مطار تطوان، ولمواكبة خارطة الطريق لقطاع السياحة 23-26 ونمو حركة النقل الجوي، تستعد المكتب لتوسيع كل من مطار طنجة وأكادير ومراكش، كما يعمل على إنجاز دراسة تخص توسيع مطار الدار البيضاء بهدف مواكبة المخطط الاستراتيجي لشركة الخطوط الملكية، موضوع العقد البرنامج 23-37. بغيت نذكر أن شبكة المطارات تعززت خلال السنوات الأخيرة بالمحطة الجوية الجديدة لمطار مراكش سنة 2016، والمحطة لمطار فاس سي سنة 2017، كما تم خلال 2019 فتح المحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس، وأيضا محطات جدد بكل مطارات قلميم والرشيدية وزاغورة، بالإضافة إلى مطار الناظور سنة 2021. وفي انتظار إنجاز المحطات المطارية الجديدة، تقوم المكتب الوطني للمطارات بمجموعة من التحسينات السريعة الإنجاز بمطارات الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، تهدف إلى الرفع. شكرا.